راجل والست اتغيرت يا جمال. لما بقت تنزل الشغل وبقى يعرف ان هي اشطر منه، فالراجل ما بيحبش حد يبقى احسن منه، فايه اللي حصل؟ فبالتالي بقى بيغير. فبقى فلا، انت بيعاملها تقعدي في وحش؟ البيت، انت ما تشتغليش، انت ما تعمليش، يا اما لو هتشتغلي يبقى انا اقعد في البيت بقى وانت تجيبي فلوس. يعني هو تنازل. خلينا بس نبقى واضحين، هل ده جه يا جمانة من وجهة نظرك على ان الراجل رجع خطوة او تنازل عن بعض المهام الرجولية للست؟ في ده، لان انت بالتالي الست بطبعها هي عنيده، فبتشتغل اكتر، بتحب تكبر اكتر، بتحب تبقى، يعني لو خدتي بالك الترقيات بتاعت الستات بتبقى اسرع أسرع بكتير بكتير بكتير. فبالتالي عشان هو بيشتغلوا أكتر. احنا بنحب نبقى احسن، احنا بنحب نبقى انجح، حتى في تربيه الاولاد تلاقيهم بيحبوا يخلوا اولادهم احسن واحسن واحسن، عكس الراجل. الراجل بيبقى فاكر نفسه اي تي ام. تالي ان الست والوقت اللي احنا فيه دلوقتي، ان الاسعار غليت والوضع الاقتصادي بقى، بيتشاركوا غصب عنهم. فنتشارك هي ايه، مرتبها اعلى، فشاركي بمرتبك. طب انا شارك بمرتبي ليه؟ انت واخداها ان النديه دي خسرتنا يعني. لا، هي خسرت كتير، وخصوصا ان احنا بطبعنا غلابه، اللي هو حبيبي خد الذهب ده خلاص، لو انت هيفك دي حبيبي مش عارفه ايه. طيب بس افتكري وجهة النظر دي. عايزين نروح لمحمد ولا